لأول مرة هذا الفيديو اللي عم تحضروه تم إعادته أكثر من 5 مرات. ليش؟ لأنه لما كانت النتيجة بتشير لتقدم الإنتر على البرشلونة شفت أن المباراة رايحة لفوز الإنتر، فقمت سجلت وعلت يلي شفته. رجعت قبل ما يخلص الفيديو عادلوا البرشلونة، عم محينا الفيديو كله وعادل قلت لأنطر الماتش، رجعوا سجلوا الإنتر، فقمت أنا عم سجلكم هيدا الفيديو يلي عم بتشوفوه، وأنا عم سجل هيدا الفيديو اللي بيشوفوه بيسجل برشلونة الهدف الثالث لتخلق يعني لتكون النتيجة 3-3، وأنا عم بحكي وبعد المباراة شغالة، هي ابني عم يحضرها وعم بقول إن شاء الله يسجلوا، يعني البرشلونة ما خلوا شيء إلا ما عملوه لحتى يسيروا هيدا المباراة لإلهم، إنما ما مشي الحال معهم ابدا، يعني حطوا لاعبينهم كلهم تحت الضغط، حطوا جمهورهم كله تحت الضغط لحتى طلعوا بهذه المباراة يلي الانتر خاض بكل واقعية، خاض بكل اعصاب باردة. ومدرب الانتر لما سألوه عن الجماهير البرشلونة قال لهم هيدي الجماهير وهيدا الحضور وهيدا التحضير كله ما بيفرق عن اي مباراة جماهيرية بالدرجة الثالثة الايطالية. استفزهم اخو شليتي. البرشلونة إذا بدي أحكي عنه فنيا، أنا هيدا الفريق لو أنا بملكه بيجي بكب كل اللعيبة وبخلي بس تير شتيغن بعمله تمثال بقلب برشلونة. لولا هيدا الحارس كانت النتيجة هلأ شي 18-2، يعني ما معقول الضياع، يلي ما معقول الحالة الفنية يلي عم بيعيشها تشافي مع الفريق. تشافي ما عم يعرف يقدم شيء خارج الإطار الكلاسيكي لهيدا النادي. اللاعبين شو شكله؟ سجل انتر؟ لا ما سجل صدشتيجن، يعني بعد هاي بقول لي صدشتيجن، يعني ما معقول، ولا كانوا مجزرة كانت صارت بأرض البرشلونة. والأفضلية هلأ هي بكل تأكيد للانتر. ليش؟ بتقولوا تعادل بس ما هو كان ربحان قبل، الأهداف كلها بصالح الانتر، معه صار أهداف أكتر من برشلونة، يعني الانتر بسهولة هو حيعبر للدور الثاني، بينما برشلونة حالك مثل حال اليوفي ما في فرق. أنا كتير بشوف على فكرة أشابه بين وضع اليوفي ووضع البرشلونة، اثنين عم بيعانوا واثنين معهم نجوم وما عم يعرفوا يلاقوا حالهم، فواصلوا بعضكم، يمكن واحد بدور المؤتمر وواحد باليورو ليج، أو يمكن يلاقوا اثنين باليورو ليج، ما بتعرف شو بيصير.